دبابة إسرائيلية تقتحم معبر رفح، وعلم إسرائيلي يرتفع مكان العلم الفلسطيني. الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، البوابة الوحيدة لسكان غزة على العالم. سيطرة إسرائيل على معبر رفح تعني التحكم بحياة سكان غزة تماماً، لا خروج ولا دخول إلا تحت أعين الجنود. فخلال الحرب الدائرة على القطاع استخدم المعبر لحركة النازحين وأحياناً لنقل الجرحى، وكانت تصل إليه شاحنات المساعدات خلال الأشهر الماضية قبل أن تنتقل إلى معبر كرم أبو سالم حيث يجري تفتيشها من الجانب الإسرائيلي. فلغزة معبران رئيسيان آخران هما معبر إيرز المخصص للسكان ومعبر كرم أبو سالم المخصص لدخول البضائع إلى غزة، وإسرائيل تغلق كليهما. وبسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح يكون مفتاح قطاع غزة قد بات في جيب إسرائيل أيضاً. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قالت إن الآليات الإسرائيلية منعت تنقل المسافرين خصوصاً المرضى والجرحى أو نقل المساعدات المتكدسة، ما ينذر بكارثة إنسانية لأهالي القطاع المنكوب في ظل انهيار المنظومة الصحية والغذائية.